أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى جولة صحفية جديدة من صافي جود. البداية من صحيفة بيان اليوم التي عنونت: الصيادلة حانقون من شروط وزارة الصحة للتلقيح ضد الإنفلونزا. أطلقت وزارة الصحة أمس الاثنين الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا وسط انتقادات حادة من قبل كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي قالت إن الوزارة فشلت في توفير اللقاحات للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة لجائحة فيروس كورونا. وكشفت الوزارة في بلاغ صحفي لها توصلت صحيفة بيان اليوم بنسخة منه أن هذه الحملة التي تأتي تحت شعار ماشي كلنا عندنا مناعة قوية ضد الغريب نتبادلوا بالتلقيح ونحمي نفوسنا وحبابنا، تستهدف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة. من صحيفة المساء نقرأ لكم: اعتقال عصابة متخصصة في استخراج الكنوز بمراكش. أوقفت عناصر الدرك الملكي بمدينة مراكش عصابة متخصصة في استخراج الكنوز مساء يوم الجمعة الماضي بعد نصب كمين محكم لها بمكان مهجور بدوار متيلة التابع للجماعة القروية بوابود إمدلان بضواحي متوكا التابع لإقليم شيشاوا. عناصر الدرك الملكي تعقبت تحركات سيارتين خفيفتين، إحداهما سيارة أجرة من الصنف الأول كان على متنها 6 أشخاص من بينهم شخص يقطن بمدينة مراكش. نبقى في المساء لنقرأ لكم أيضا: الدرك الملكي يداهم منزلا مهجورا ويحجز كمية من المخدرات. المتهم فر إلى وجهة غير معلومة على متن دراجته النارية. ذهمت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي شيكر بإقليم اليوسفية نهاية الأسبوع المنصرم بيتا مهجورا يستغله تاجر مخدرات لترويج ممنوعاته بالقرب من دوار العبابسة بالجماعة الترابية إيغود. وتمت عملية المداهمة التي قادها رئيس المركز رفقة دوريتين متخصصتين حوالي الساعة 4 صباحا بعد أن انتهت عملية التربص والتتبع والمراقبة والأبحاث التي كانت تجرى لتوقيف المشتبه فيه، وهو من مواليد سنة 1990 ينحدر من دوار العبابسة من ذوي السوابق العدلية ومبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية. ونختم جولتنا الصحفية من الصحراء المغربية. السياحة تنتعش تدريجيا بالمغرب بعد مراكش وأكادير. الصويرة تستقبل أول فوج من السياح قادمين من بلجيكا. تواصل المملكة جهودها لإنعاش تدريجي وآمن ومستدام للنشاط السياحي على الصعيد الوطني، وحلت أخيرا مجموعات تضم 74 سائحا قادمين من بلجيكا بمطار الصويرة موغادور الدولي بعد استقبال مراكش وأكادير لأفواج أخرى من السياح. وبعد عدة أشهر من إغلاق الحدود بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وصلت مجموعة من المسافرين من ضمنها مغاربة مقيمين بالخارج على متن طائرة تابعة لشركة الرحلات الجوية منخفضة التكلفة رايان إير. إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا الصحفية قدمناها لكم من صافي جود. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.